القاعدة الثانية والعشرون: الله عز وجل هو المؤثر المطلق التام بذاته. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الأشياء حقيقة، وهو المؤثر بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وحده سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء، وهو المؤثر بذاته سبحانه. أما الأشياء الثانية مؤثرة بجعل الله لها تأثيرا، لكن هي ليست مؤثرة بذاتها، ولكن الله جعلها مؤثرة، ولذلك قد يسلب منها هذا التأثير سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فهو المؤثر بذاته، لم يعطيه أحد شيئا ولم يحتج إلى شيء عند أحد سبحانه وتعالى. ولذلك من أسمائه الغني سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.